سقيت خصنا بعد ما خلصناها من الاحشاء وتاكدنا من اللون ديالها وتاكدنا من السلامه ديالها، خصنا نعلقوها ونحطوها في واحد المكان امن تنشف. مهم جدا هذا النشف، خصها تنشف لنا واحد على الاكثر 5 ساعات، وتنشف لنا هنا خصها تكون في واحد المكان مبرد مهوي ما يكونش متعرض للتلوث، وخاصها تنشف لنا مزيان بواحد الطريقه صحيحه، ما نبقاوش نخليو الوليدات يلعبوا معها ولا يمسوها باش ما يوسخوهاش. ما نلفوهاش في البلاستيك، نعاود نقولها ما نلفوهاش في البلاستيك، ما نلفوهاش في البلاستيك، ما نلفوهاش في البلاستيك. علاش؟ حقاش الا لفيناها في البلاستيك راه بحال كتخوي البنزين على النار، اصلا كيكون واحد النسبه ديال التلوث عادي جدا. ومن كنلفوها في البلاستيك كنخلقوا واحد المجال ممتاز منتعش لي تطور الميكروبات، وبالتالي كنلوثوا اكثر السقيطه ديالنا. اذا السقيطه نعلقوها في واحد المكان امن مهوي بعيدا باش نلفوها. الا بغينا نلفوها كيمكننا نلفوها في واحد الثوب اللي يكون صبن ونقي وشفاف، خاص السقيطه تبقى مهويه. اذا السقيطه خصني دازت هاد 5 ساعات، خصنا نبداو نقطعوها طريفات صغار باش نحتفظوا بها. الطريفات الصغار ربات البيوت على حساب الاستعمال، كاين اللي كيقطعهم ديال اللي غياكل 3 ايام ديال العيد والبقيه كيحتفظ بها للمناسبات. كاين كما قلت بعض العائلات كتبغي تسنى ولدها، كاين اللي كتبغي تسنى شي واحد من العائله يجي. واذا بالتالي الجهه اللي غادي نوجدوها ونحيدوها في الثلاجه في المجمد كنوجدوها في واحد الملف تلفيف بلاستيكي، اما طويسات اما اكياس، ونحيدوها في المجمد. كاين واحد الجهه اللي كيمكننا نحيدوها في درجه حراريه موجبه كنسموها الثلاجه عاديه. هنا كنصح لها دابا ان الثلاجه خاصها تكون خاويه نهار العيد، ما نكثروش فيها مثلا الخضره وكما الايام العاديه. يوم العيد اي الايام العيد خاصنا نحاول ما امكن نخليو واحد الفرصه للحم اننا نحافظوا عليها مزيان. علاش؟ لان خاصها تكون توضع لنا في واحد طريفات صغار، خاصو يكونوا الطريفات خاصو يكونوا مهويين، خاص الهواء يدور ما بين واحد الطريقه متوازيه ما بين جميع الاطراف. ما نديروش الثلاجه في واحد المكان ونحطوها مكتله معرمه، الهواء ما كيدورش وكنخنقوا اللحم. لان الا حطيناها مكتله ومعرمه وخنقنا اللحم، هذيك الجهه السطحيه كتاخذ ما يكفي من البروده، ولكن الجهه الدخلانيه كتبقى لينا سخونه، ما غتبردش لينا تم بعد 12 ساعه 24 ساعه حتى 36 ساعه، وبالتالي ما كنكونوا ما حفظناش على اللحم ديالنا مزيان. كاينه واحد الظاهره كذلك في العيد، الناس كيمشيو ولا عند جزار ديال الحومه. هذه نبدا ننصح وكنشكر بعض الجزار الحومه اللي كيساهموا مع المواطنين باش كيقطعوا لهم اللحم في نهار العيد، لكن كنشكر الجزاره اللي كيحترموا الشروط الصحيه، الجزاره اللي ما كيعطلوش المواطنين اللي كيجيو لعندهم. هذا ما خصناش نشوف واحد العيب بعد شي مره كنلاحظوه عند بعض الجزاره، هو انه كيجيو الناس كيعلقوا اللحم ديالهم عند احداه كيبقاو معلقينها نهار كله هما كيتسناو. وزياده بعض المره كيجي السيد بالنظار ديالو باللحم ملويها في البلاستيك، وهذاك خطير جدا لانه ماشي مزيان. قلنا اللحم ما نلفوهاش، نخليوها مهويه. الى لفيناها نلفيها في واحد الثوب اللي يكون شفاف واللي كنخليو اللحم مهويه. نحاول ما امكن واحد الطريقه سريعه نقطع اللحم للزبناء ديالي ما تعداش ساعه، ونرجع كنرجع اللحم للدار مول الدار انه خصو يجمع هذيك الساعات ويحتفظ بها في الثلاجه كما قلت لكم باش يكون عندنا واحد الاحتفاظ صحي، وبالتالي غنكونوا دوزنا العيد ديالنا في احسن الظروف. ما ننساوش اننا ضروري هاد السنه هادي غتكون عندنا غادي هاد السنه غادي نصادفوا واحد الموجه الحر، وبالتالي خصنا نحترموا الظروف الصحيه مزيان. هاد 5 ساعات عاد نقطعوا اللحم، ومنين نقطعوا اللحم ما نتعداوش ديك 5 ساعات، نقطعوا اللحم طريفات صغار ونحتفظوا بها بواحد الطريقه سريعه. ما ننساوش كذلك البيئه، ما يكونش عندنا عيد الاضحى هو عيد تلوث البيئه، عيد اننا نوسخوا المجال والمحيط ديالنا. خاصنا لابد نجمعوا داك النفايات ونجمعوا داك القريبات الا كانوا قريبات ولا كانوا نقيطات ولا كانوا اي حاجه لان هي مخلفات ديال 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 السقيطه، خاصنا نجمعها في اكياس بلاستيكيه. الا كنا في المدينه خاصنا نعطيوها للناس البلديه وكنشكرهم بالمناسبه لانهم كيقوموا واحد الدور كبير، وخاصنا نحافظوا عليهم وخاصنا نبدا نتكيسوا عليهم، لانه ما تكونش عندنا نهار العيد هو نهار ديال التعب ديالهم نهار ديال الشقاء. ثانيا الا كنا في الباديه خاصنا نحفروا لذاك المخلفات واحد الحفيره صغيره، ولا قدرنا نزيدوا عليها شويه الجير ونطمروها، وبالتالي كنكونوا قمنا بواحد الواجب ديالنا تجاه البيئه وهيئنا السقيطه ديالنا بواحد الطريقه زوينه. كذلك
عندنا الهيلورا يمكن نحافظوا عليها، كنرشوها بشويه ديال الملحه، كندولها في واحد المكان واحد جوج كيلو ديال الملح على الاقل، وكندولها في واحد المكان بارد على ما كتنشف، وكنستعملوها على حسب المواطنات. كاين اللي كيصدقها، كاين اللي كيحتفظ بها. كذلك ما ننساوش بعض ربات البيوت كيبغيو يوجدوا القديد، هذاك القديد راه مزيان، وعندنا عاده عندنا في عند ربات البيوت في المغرب. اذا كنقطعوا اللحم ديالنا طريفات صغار، كنخصنا نملحوهم مزيان، نديرو لهم التوابل مزيانه، نديرو لهم داك القصبور معدنوس كما كنوجدو، ونخليوها تنشف مزيان، نقطعوها طريفه صفار ونخليوها تنشف ما امكن في الشمس، وكنحتفظوا بهذاك القديد ديالنا، كيمكننا نتناولوه بواحد الطريقه صحيه. وبالتالي اللي نتمنى باش ان شاء الله هذا العيد هذا يكون عيد مبارك سعيد على جميع المواطنات والمواطنين